بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرات الأخبار. ما يزال العدوان الإسرائيلي الوحشي مستمرا على مدنيين وإبرياء في قطاع غزة لليوم 82 على التوالي، موقعا بشكل يومي مئات الشهداء والجرحي، حيث يواصل القصف اليومي على مناطق متفرقة في القطاع. وقد شنت طائرات الاحتلال غارات على الشخان يونس جنوب القطاع، وقصفت بمدفعيا مناطق في المنطقة الوسطى من القطاع. كما أدى قصف الإسرائيلي ما مستشفي الأمن التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس لسقوط عدد من الجرحى. وقد عاد القصف وتدمير الوحشي إلى سقوط أكثر من 241 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد استشهد 6 شبان فلسطينيين جراء قصف مطيرة إسرائيلية حين المحجر في مقيم نور شمس للأجائين بطول كرم شمال الضفة. كما شرعت قوات الاحتلال في هدم عدد من المنشآت في المقيم. أعلنت وزارة الصحة في غزة رسميا أن عدد الشهداء منذ بدأ العدوان بلغ 20,915 شهيدا، وجرح إلى 54,918 جريحا. أصدر رئيس الوزراء الموكت أنوار الحق كاكر توجيهات لتعزيز جذب خبرة لتكنولوجيا المعلومات من جميع أنحاء العالم إلى باكستان. وقد عقد اليوم اجتماع خاص لمجلس محافظي حية مناطق التكنولوجيا الخاصة، وهو الاجتماع الخامس للمجلس منذ تأسيسه. حزب أعلن مجلس إدارة المجلس ومحافظ الحية الموافقة على إعادة هيكلة الميزانية والإجراء المالية والمراجعة الفنية، وتتخذ الحكومة الخطوات جري ومستعرعات في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتعزيزها في بلاد وجذب الاستثمارات الجارية. اجتماع سابع اليوم سفير باكستان المعين لدى السين خليل الرحمن حاشمي مع رئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي. هذا وقال علوي خلال اللقاء إن السين شريك استراتيجي دائم باكستان، وإضافة أن الممر الاقتصادي الباكستاني السيني أدى إلى توسيع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والثقافية. وشدد علوي أن أنه ينبغي اتخاذ خطوات لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية. افتتح وزير الإعلام الموقت المرتضى السولانجي بشراكة مع محافظ البنجاب بليغور رحمن سبع اليوم الجامع لتكنولوجيا المعلومات في مدينة لاهور. حذا كذا الوزير ومحافظة على ضرورة فهم ودراسة الذكاء الاصطناعي كنوع من الاستعداد للمستقبل، وأنها مع استخدام التكنولوجيا المعلومات سوف تتجه البلاد نحو أن تدور بسرعة كما نوع الطرفات إلى أن تحديات التواجه الشعوب والأمم دائما موجودة، ولا ينبغي لأمة طموحة مثل باكستان أن تأس. كما أكد على أنها بمقدور طلاب كلية تكنولوجيا المعلومات يمكنه أن يضليع بدور حامة من المعالجة بحل مشاكل الأنف وتعاسة في البلاد. أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية أنيق أحمد خلال زيارته لمجمع الحجاج في كراشي أنه سيتم إجراء قرعات الحج غدا ضمن نظام الحج العادي. وقد تم تلقي أكثر من 70,000 كلب في المقصد، ويتم اتخاذ كافة الخطوات الإزامة لرحى الحجاب والتيسير عليهم. وأكد أن برنامج رعاية الحج سيوفر مرافق عالية الجودة بتكفل منخفض. أعلن قسم البحث التكنولوجية وتسليل الحربي التابع للقوات المسلحة الباكستانية أن إجرى تجربة ناجحة لأحدث نظام للأسلحة الصاروخية الباكستانية والمسمى قوات إسنان. يتم تحاز أنه من الصواريخ بصاروخ طيران متقدمة ونظام ملاحظ ومتقدم وقدرة طيران فريدة.
ويمكن للصاروخ أن يصيب هدف بدقة تصل إلى 400 كيلومتر. ومن هذا المنطلق تتقدم بالتهنئة للشعب الباكستاني أولى والرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقائد الجيش ورئيس هيئة الأركان المشتركة على هذا الإنجاز العظيم. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.